أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت: كورونا يسجل 10 وفيات و260 إصابة جديدة في العراق. في الزمان: صحة تعلن عن تمديد الحظر وتقول إنه وارد لاحتواء كورونا قبل فقدان السيطرة على العدوى. في المدى: تحالف سائرون يطلب حل البرلمان وسط جهود يبذلها من أجل إقالة الحلبوسي. في العربية الجديدة: العراق يعلن عن تجميد مستحقات إقليم كردستان العراق لحين التوصل إلى اتفاق نفطي. في الشرق الأوسط: المرصد، مقتل 5 مقاتلين موالين لإيران في غارة بشرق سوريا. في القدس العربية: أمريكا قتلى واعتقالات، وترامب يصنف مناهضي الفاشية إرهابيين. أخيرا في الخليج الإماراتية: تراجع الوفيات في أمريكا والبرازيل تسجل أعلى عدد إصابات في يوم واحد. كشفت صحيفة العربية الجديدة عن تجدد الشكاوى من عمليات ابتزاز ومضايقات يتعرض لها سكان محليون وسائق الشاحنات داخل حواجز التفتيش التابعة لفصائل مسلحة ضمن ميليشيا الحشد في محافظة نينوى. ولفتت الصحيفة إلى أن نواب عن محافظة نينوى طلبوا وزيري الدفاع والداخلية للتدخل من أجل وقف عمليات الابتزاز التي تطال أهالي المحافظة. مصادر محلية في مدينة الموصل أوضحت أن شكاوى عدة تصل إلى مسؤولين محليين ونواب بشأن مضايقات يتعرض لها مواطنون يمرون عبر حواجز فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي في مناطق سهل نينوى وجنوب الموصل، فضلا عن سائقي الشاحنات القادمين من دهوك أو بغداد، إذ يتم فرض إتاوات عليهم لقاء تمريرهم بسرعة، ومن لا يدفع منهم يتم تأخيره ساعات طويلة. ووفقا لمسؤول في ديوان محافظة نينوى، فإن غالبية عمليات الابتزاز تجري على طرق خارجية، وتعتبر مناطق سهل نينوى وطريق الموصل القديم الأكثر عيشا لهذه الظاهرة. وتوجه اتهامات لميليشيات حشد الشبك وبابليون وميليشيات أخرى تنتشر معها بمضايقة السكان وابتزاز الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإنشائية لقاء تمريرها. وأشار إلى وجود تذمر من قبل الأهالي وسائقي الشاحنات من خضوعهم للابتزاز المتكرر في نقاط التفتيش في هذا الظرف الصعب الذي تعاني فيه البلاد من أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين. ولا تقتصر الفوضى الأمنية في محافظة نينوى على عمليات الابتزاز، إذ شهدت مناطق بمحافظة نينوى عملية اعتقال خلال اليومين الماضيين على يد فصائل مسلحة بحسب مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، الذي قال إن مديرية استخبارات الحشد الشعبي قامت باعتقال 30 مدنيا جنوبي نينوى. وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه في العام الماضي اضطرت منظمات أجنبية كانت تعمل في نينوى إلى المغادرة أو تخفيض نشاطها إلى أدنى مستوى في مناطق سهل نينوى بسبب مضايقات وتدخل في عملها من قبل ميليشيا الشبك. استبعدت مجلة أمريكان كونزرفاتيف قدرة واشنطن على إنهاء التمدد الإيراني في العراق لعدم امتلاكها الموارد الكافية لمنع هذا الزحف. وذكرت المجلة في تقرير كتبه المستشار السابق للجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس روبرت مور، ذكرت أن واشنطن هي التي أوجدت النفوذ الإيراني في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، وأنها لا تمتلك الموارد الكافية لإنهائه. المجلة أشارت إلى أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لإنهاء التمدد الإيراني في العراق بدعوى أنه لا يشكل أي تهديد للمصالح الأمريكية. وأوضحت المجلة أن النظريات العسكرية الحديثة تشترط وجود قوة تشمل 20 جنديا لكل 1000 مواطن في دولة معينة
لمواجهة ثورة أو تمدد أجنبي، ما يعني ضرورة وجود حوالي 768 ألف جندي أمريكي في العراق، البالغ عدد سكانه نحو 38 مليون نسمة، أي أكثر من عدد القوات الأمريكية النظامية بحوالي 100 ألف جندي. ولفتت المجلة إلى أنه بالنسبة لإيران فهي تحتاج لقوة يصل عدد أفرادها إلى 1,600,000 باعتبار عدد سكانها، أي أكثر من عدد القوات الأمريكية والبريطانية والألمانية مجتمعة. وقالت المجلة إن الولايات المتحدة لا تملك الموارد الكافية لمنع التمدد الإيراني في العراق، ولحسن الحظ لا تحتاج الولايات المتحدة إلى مواجهة هذا التمدد لتحقيق مصالحها الأمنية التي تتركز على منع الهجمات على أراضينا والممرات الحيوية للتجارة العالمية، وخاصة في قطاع النفط والغاز. وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تمدد نفوذ إيران في العراق بعد أن أطاحت بصدام حسين وقلبت توازن القوى رأسا على عقب، ما شكل فرصة ذهبية للإيرانيين للتوسع تجاه جارهم العراق. وبحسب المجلة فإن واشنطن لا تزال تتجاهل ابتهاج سياسة ضبط النفس وخطوات عقلانية لتحقيق مصالحها، وبانتظار أن تغير واشنطن سياستها فإن الولايات المتحدة ستستمر في إهدار حياة جنودها ومواردها في صراعات ونزاعات لا تهمها. في ظل حكومة غير مكتملة وخزينة فارغة وتهديدات تنظيم داعش وميليشيات الحشد، تستعد بغداد لبدء مفاوضات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن منتصف الشهر الحالي. مصطفى فحص يرى في موقع الحرة أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيخوض مباحثات حساسة تطال مستقبل الوجود الأمريكي في العراق تحت تأثير القوى السياسية المسلحة الشيعية المعترضة على هذا الوجود. معضلة الفصائل السياسية الشيعية المسلحة أن بغداد الرسمية تتعامل مع الوجود الأمريكي في العراق ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش، ولا تستطيع الحكومة استهداف الحضور الأمريكي العسكري دون غيره ضمن هذا التحالف، كما أن ارتفاع حدة تهديدات تنظيم داعش تفرض على الجميع الاستعانة بالإمكانيات العسكرية والتجسسية التي توفرها واشنطن في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي سيوفر للكاظمي فرصة للمناورة والمماطلة مع هذه الفصائل. في المقابل تبدو واشنطن مستعدة لكافة الخيارات، خصوصا أن هناك دعوات إلى ترك العراق، وهذا من شأنه أن يخلق مأزقا للحكومة التي تحتاج إلى الدعم الأمريكي العسكري والسياسي. كذلك فإن الانسحاب الكامل يطلق يد واشنطن في تعاملها مع هذه الفصائل ويحررها من الاعتبارات والتوازنات السياسية والأمنية التي تراعيها لحماية وجودها في العراق. من جهتها لا تملك الفصائل المسلحة أوراق ضغط كافية تعرقل الحوار، فتطبيق قرار إخراج القوات يحتاج إلى حكومة عراقية منتخبة، كما أنه يفتقد إلى إجماع من كافة المكونات العراقية، إضافة إلى موقف النجف المتحفظ على اتخاذ قرارات استراتيجية تحتاج إلى إجماع وطني عام من دون هذا الإجماع. وكذلك يرى مصطفى فحص أن الكاظمي يملك هامشا خاصا يخوله إلى الخروج عن كثير من القيود التي فرضت على أسلافه، لكن طريقه في تخطي هذه العقبات تواجه عقبات داخلية مدعومة من قوى داخلية مدعومة من الخارج تنتظر فرصة لإعادة تعويض ما خسرته منذ الأول من تشرين الأول 2019، وهذا ما قد يفرض على الكاظمي مواجهة مؤلمة لن يستطيع تجنبها. منحت الولايات المتحدة استثناءات للعراق للتعامل التجاري مع إيران، لا سيما في مجالات النفط والغاز والكهرباء، مدة 120 يوما، وذلك من أجل منح فرص نجاح مريحة للحكومة العراقية الجديدة ولكي لا تفتتح عهدها بمشكلة جديدة ومع إيران ذات النفوذ السياسي القوي في العراق. فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان، هل استعدت الحكومة في بغداد لما بعد انتهاء هذه المهلة؟ العقوبات الأمريكية لن تكون ذات جدوى حاسمة من الجهة العراقية إلا في المعايير الظاهرة ذات الرصد الواضح،
كما أن العقوبات لن تنال من النظام الإيراني إلى درجة السقوط، لكنها ستزيد الضغوط على الشعب. وكان في الحصار على العراق في التسعينات الماضية خير مثال، بالرغم من العراق متواضع المنافذ الحدودية بالقياس مع إيران، فضلا عن أن العقوبات على العراق كانت دولية بشكل شامل وتام، وأن عقوبات إيران لا تزال أمريكية مع تعاطف إجرائي جزئي من أوروبا. الآن الكرة في ملعب العراقي، ماذا سيكون حال بلدنا بعد أن تنتهي المهلة الأمريكية مع وجود مؤشرات بعدم تجديدها الذي تكرر للمرة الخامسة؟ هل توجد بدائل عراقية أو دولية ستعوضنا النقص في إمدادات الطاقة، أم أن واشنطن تعول على تصحيح مسارات الدعم للعراق بطريقة جدية؟ أي دعم بنية البلد وليس رؤوس القوى السياسية والهياكل التي تحكم كما فعلت طوال 17 سنة سيئة؟ أم أن النهايات الاقتصادية ستظل سائبة كما كانت في العراق ليلاقي البلد مصيره في التدهور الأبدي؟ الكاتب يقول إن السؤال هو هل سيتناول الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في القريب من الأيام؟ هل سيتناول هذه الإشكالية الكبرى التي لا يمكن للبلد السير من دون حلها؟ ثمة احتمالات عدة أو احتمالات عدة ستظهر قريباً، ونتمنى أن تضعها الحكومة في بغداد في خانة الحسم عند قيام ذلك الحوار. حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن للكيان الصهيوني، وقالت إن العملية ستحول مناطق الفلسطينيين إلى ممزقة غير مستقرة وتهدد باندلاع انتفاضة جديدة. أضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه على الرغم من توسع المستوطنات خلال العقود الماضية ووضع وادي الأردن تحت السيطرة العسكرية، لأن هناك عدة أسباب تجعل من الضم الحقيقي فكرة سيئة. السبب الرئيسي هو أن الضفة الغربية تعتبر حسب المنظمات الدولية وبقية العالم منطقة محتلة، والمستوطنات اليهودية المقامة فيها غير شرعية بموجب ميثاق جنيف. وبالنسبة للمتطرفين اليهود، فالضفة الغربية هي يهودا والسامرة الأرض التوراتية لليهود، فسيطرة إسرائيل على الضفة لا تنطبق عليها معاهدة جنيف. وعلقت الصحيفة أن الضم سيحول الضفة إلى مجموعة ممزقة من المناطق غير المستقرة تهدد باندلاع انتفاضة. وقالت الصحيفة أن خطوة كهذه ستضعف دعم الحزب الديمقراطي لإسرائيل، وربما أدت إلى زعزعة الاستقرار الذي تعيش فيه غالبية فلسطينية. وستواجه إسرائيل مشكلة السيطرة على قطاع واسع من السكان بدون مواطنة في حال انهيار السلطة الفلسطينية بالعنف أو من خلال تظاهرات عارمة. وبلا شك يعتقد نتنياهو أن أسباب الضم تتفوق على هذه المخاطر. وعلى المستوى السياسي التافه الذي ينتعش عليه نتنياهو، فإن الضم سيقوي من موقفه وسط اليمين المتطرف، وسيضفي عليه عباءة البطل اليهودي عندما سيحضر أمام المحكمة في تموز لمواجهة تهم الفساد. وتضيف الصحيفة أن ترامب لديه أسبابه واعتباراته لعدم معارضة الضم، منها قاعدته الإنجيلية التي تدعم بحماس الضفة الغربية وهي جزء مهم في إعادة انتخابه، ولهذا سيتردد ترامب بمواجهة نتنياهو حتى لو رغب بذلك. كما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن جدوى خطة الضم، فهي لن تضفي على المستوطنات شرعية في القانون الدولي، بل ستزيد من منظور العنف وتضعف موقف إسرائيل في العالم وتضر بتحالفاتها الناشئة مع الدول العربية وتقلل من إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية والتي تظل الطريق الوحيد لإنهاء هذا النزاع. أعاد حادث مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس قبل أسبوعين، وأعمال العنف التي صحبته أعاد فتح جرح التمييز والعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يبدو أنه لم يندمج بل هو لا يزال ينز عنفا وكراهية. هذا ما أشارت إليه صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان كذبة نهاية العنصرية.
الحقيقة أن تراث العنصرية في الولايات المتحدة متجذر في تاريخها وليس جديدا أو عارضا، إذ أن البنية الأساسية للولايات المتحدة قامت على أساس عنصري وعرقي ضد أصحاب الأرض الهنود الحمر وضد الأفارقة الذين تم استعبادهم، ولم يتم حظر التمييز إلا بعد منتصف القرن العشرين. لكن قطاعات واسعة من الأمريكيين من أصول أوروبية بيضاء لا تزال ترفض الاعتراف بالمساواة، ولا تزال السياسة العنصرية ظاهرة كبرى تنعكس في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. وكانت إحدى ظواهر العنصرية بروز تنظيمات يمينية متطرفة ضد السود واللاجئين والمواطنين الأمريكيين اللاتينيين والمسلمين، مثل صعود حركة اليمين البديل التي برزت بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا، حيث نظمت مسيرة في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا عام 2017 بهدف توحيد مختلف الفصائل البيضاء ضد الأقليات العرقية. وخلال تلك المسيرة قاد متظاهر عنصري أبيض سيارته باتجاه تظاهرة مضادة، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 19 آخرين. إن أحداث مينيابوليس التي اتسع مداها لتشمل عشرات المدن الأمريكية وما يتخللها من عنف وحرائق وإعلان حالة الطوارئ تخفي صورة سوداء في المجتمع الأمريكي تحتاج إلى إعادة تظهير وتطهير من وباء العنصرية المقيت. الصحيفة ترى أيضا أن الصرخة التي أطلقها داعية الحقوق المدنية والمساواة مارتن لوثر كينغ قبل 57 عاما من أمام نصب لينكولن في واشنطن، لدي حلم، لا تزال صرخة في البرية لأن العنصرية لم تنتهي بعد. طورت شركة أمريكية تقنية جديدة في مجال طباعة أوراق النقد تتيح للمستخدم العادي اكتشاف الأموال المزيفة بسهولة من خلال النظر إلى ورقة النقود لفترة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ثانية واحدة بحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي. ونجحت الشركة الأمريكية التي تحمل اسم كراين كارنسي في طباعة أوراق نقدية تحتوي على عدسة متناهية الصغر داخلها، وتقوم هذه العدسة بالتركيز على أيقونة أو رسم معين على وجه ورقة النقد بحيث يبدو كصورة مجسمة، بل ويتحرك أثناء تعامل المستخدم بهذه العمل العملة. وأفاد الموقع الإلكتروني تيك إكسبلور المتخصص في التكنولوجيا بأن الشركة قامت بالفعل بطباعة العديد من العملات التي تتميز بخاصية الصورة المجسمة، من بينها عملات في أوزبكستان وجزيرة أوروبا في البحر الكاريبي. ويجري تداول هذه النوعية من العملات بالفعل منذ أكثر من عام في تلك البلدان، وأثبتت الدراسات أن هذه الخاصية الأمنية الجديدة تحظى بثقة المستخدم من ناحية الاطمئنان إلى سلامة العملة. الآن نتابع الكاريكاتير.
بهذا نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.